ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قابلت الثلاث بنات اللي كسبوا في مسابقه بيانو كومبيتيشن باي نهله البيباوي. المركز الاول شروق اللاهوني، والمركز الثاني بسنت هاشم، المركز الثالث كانت جائزه استثنائيه لاكتر حد اجتهد في المسابقه وهي اريني ناصر. اتقابلنا واتكلمنا واستلموا الجوائز، وهتشوفوا كل الكواليس ده في الفيديو ده. هستناكم كلكم تشاركوا معايا المره الجايه في بيانو كومبيتيشن باي نهله البيباوي. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. ازيك يا عاملة ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. بصي، انا ما قابلتش حد غير لما بيسألني على شروق. حبيبتي الفيديو بتاعها ما فيش ولا غلطه، وده اكتر فيديو ان هو يستحق ان هو يكسب في المسابقه. لعبتي الميوزك في قد ايه وقت؟ انا الميوزك نفسها المقطوعه دي خدت مني اسبوعين. الاول بدات بالتوتوريال اللي هي السهله، بعدين حسيت يعني ان انا لا يا جماعه، انا مستواي اعلى من كده، مش هلعب كده. انا هجيب الفيديو الاصلي بتاع نهله وهتمرن عليه، وخلصت ده في اسبوع وثلاث ايام تقريبا، 10 ايام. والفيديو بقى بتاعك اللي هو الادفانسد جدا ده خد مني 3 ايام. وطبعا التصوير ما بيبقاش وان شوت، يعني انا قعدت كتير جدا على ما عرفت اظبطها يعني فروم اي تو زد من غير ولا غلطه. يعني ده بياخد وقت ومجهود. هما فاكرين ان الفيديو بيجي من وان شوت خالص. لا يا جماعه، احنا بنقعد نعيد ال60 مره وال50 مره عقبال ما الفيديو أنا بيجي. انا من الظهر للعصر يعني بقيت خايفه الدنيا تليل، انا عايزه اصور في النور. طيب اهم حاجه الميوزك عجبتك؟ الميوزك رائعه، من احسن الميوزك اللي مبسوطه ان انا بقيت اعرف العبها. اول ما نزلتي الفيديو بتاعها كنت مبهوره بتكنيك العزف، يعني بحس ان اليمين بتعزف حاجه والشمال بتعزف حاجه مختلفه تماما. وقلت لا، يعني انا حاسه ان دي يعني بالنسبه لي تحدي ان انا اعزف كده. كل اللي كان بيسالني يا شروق انت عايزه انا شايفه هتكسبي ايه، كنت اقول لهم يا جماعه انا بكسبي معنوي، انا مش مستنيه هديه. انا كفايه ان انا ابقى عند نهله اصلا على البيج، يعني فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. ويلا نفتح الفيديو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعشق النوتس جدا جدا، حياتي كلها ماشيه بنوتس اصلا. جميله، تسلمي لي يا رب. مش انا قلت لك؟ انا قلت له ان احنا هتجيب لي حاجه احطها على البيانو. خلاص. جميله جميله ما شاء الله، بجد فظيعه. الله، مج الشغل اخيرا. فظيعه فظيعه بجد. شكرا يا نهله. اخر حاجه دي بقى مسج هتقريها بقى لما تروحي البيت. شروق اللاهوني يا جماعه اللي كسبت المركز الاول في مسابقه البيانو كومبيتيشن. حبيبي دائما. شكرا جزيلا. باي باي. في مسابقة حبيبي دائما بسنت ما اتعلمتش مع حد، ويعني بتقولي انا علمت نفسي بنفسي. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا نهله، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. احكي لي انت احساسك بالبيس نفسها. شفتها اول حاجه انا فرحت جدا ان انت نزلتي فيديو توضيحي للمقطوعه وانت بتعزفيها، بتورينا الخطوات ازاي، وده كان بالنسبه لي احلى حاجه في المسابقه شفتها، انك نزلتي وانا بتعلم منك من فيديوهاتك على اليوتيوب، بخش اقعد اتفرج وبحاول اذاكرك، فانك تنزلي حاجه تفصيليه كده ومتوضحه، دي كانت فرحه بالنسبه لي. ففرحت جدا لما لقيتها، فاتشجعت ان انا اعزفها. الطريقه اللي انت عاملاها انا عشت معاها، يعني انا يمكن الفيديو ممكن يكون وصل للناس عشان زي ما انت قلتيلي بالظبط اول مره سمعتيها، قلتيلي انت بتعزفيها باحساسك، وده حقيقي، ده حقيقي، انا عزفتها فعلا باحساسي. تخيلتي ان انت ممكن تكسبي؟ لا، ما تخيلتش ان انت هتختاريني. انا في الاول لما انت عارفه لما بعتلك قلت لك انا عايزه اعرف رايك بس عشان رايك يهمني وبغض النظر عن المسابقه، بس لما رديتي عليا وقلت لك كلمتين حلوين قوي شجعوني اتبسطت جدا، بس برضو قلت
ما اعرفش الناس التانية عازفة ازاي او ان انا من لا دارسة ومعلمة نفسي فعلى قدي برضه. فلما لقيتك اخترتيني يعني شفت الفيديو الاتناشر فيه ناس حلوة قوي وفيه ناس شاطرة جدا وفيه ناس عاملة مجهود. عبد الحليم ايوه بحبه. ايوه دي نوت بوك وجواها بقى حاجات كتير قوي ستيكرز وحاجات لطيفة كده لعبد الحليم مع حافظ وسعاد حسني. اوكي ده مارك افتحه والله حلوة قوي حلوة قوي. طيب بتاعي بقى خلاص يوم الصبح عشان افتكرك. هي كلها حاجات ميوزيك حاجات ميوزيك اه شكلها حلوة قوي. ذكرى حلوه قوي منك كانوا عندي على فكره. ايوه دي مسج صغيره مني. هتفتحيها بقى ايه عشان ما تبهدلش بالليل؟ هفتحها بعدين. بعدين طيب حلوه تك. انا اتبسطت جدا بمشاركتك بجد وعايزه اقول لك ميرسي ليكي بجد. يعني انت فتينا كلنا واسعدتينا. وانا اصلا اكبر هديه بالنسبه لي ان انا كنت اشوف الناس اللي صوتوا لي وعجبهم الفيديو. ميرسي بجد اهلي وصحابي وكل الناس اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش. ميرسي ليكم. قلت كان في هديه استثنائيه في البيانو كومبيتيشن لحبيبي دائما وريني ناصر. وصلتي في المسابقه الاول جدا جبت فيها وحقيقي كانت ضايفه لوقتي اهميه كبيره جدا. دي جايزه اكتر حد مجتهد فعلا. كانت بتتابع كل المتسابقين وتفضل تبعت لي انا خايفه من شروق انا خايفه أحمد. من احمد. الهديه كتير كتير. ثانيه واحده ثانيه الموضوع ده بحب المسجز دي. دي هتبقى مفاجاه المسج وطبعا البيانو عندي في البيت. الديكوريشن احنا بنهتم بالديكوريشن بتاع البيانو والنوت بوك. عبد الحليم وسعيد حسني قوي قوي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو حبيبتي يا رينو. ميرسي قوي على المسابقه ويعني اضافت لوقتنا اهميه كبيره واضافت حاجات كتير قوي لينا. فثانك يو بجد ميرسي ثانك يو.